بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. يسعدني ويشرفني أصالة على نفسي ونيابة على الأعضاء الجمعية صحة حياتي للتنمية، ونرحب بالصحافيين والحضور في هذه اليوم، لأن هذه الجمعية بأنني كصفة رئيس 13 سنة، ودائما نقوم في سبيل الله والوطن تحت شعار الله الوطن الملك، ونحن سعداء بالفكرة الجديدة التي ألقيناها في القانون الأساسي ونطبقها حرفا بحرف مع جميع السلطات عامة بمكناس.